الله اكبر الله اكبر, أكبر, 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 أكبر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم اسعد الله ايامنا وليالينا بحلول هذا الشهر الفضيل اسال الله تبارك وتعالى ان يعيده علينا على اتم البركات، وعلى اتم العنايات، وعلى موالاه محمد وال محمد. سلام. احدى ابرز واشرف عمليات العقل نشاطات العقل انه لا يتوقف عند عتبه الادراك بل يذهب بعيدا جدا يحلل العقل كل شيء يدركه من المعطيات الخارجيه بلا اراده يحاول ان يحلله يحاول ان يقيمه يذهب الى مدارج بعيده يخوض في المدركات خوض متدرج وجدا بعيد يحلل يقيم يستنتج هذه اشرف عمليات العقل العقل لا يدرك الامور فحسب الادراك عمليه نشترك معها فيها مع الحيوانات امم امثالكم الحيوانات يدركون كما ان الانسان يدرك ان الصوت الهائل القريب يكشف عن حصول خطر في ما حوله الحيوانات ايضا تدرك هذا الامر انما يمتاز الانسان في عمليات العقل هذه عمليات العقل اشرف ما يصدر من عقولنا يحلل الاشياء يعطي طابع يضفي طابع على المدركات هذا امتياز العقل الانساني العقل كائن خلاق خلاقيه العقل ابرز مظاهر العقل يخلق مفاهيم يحلل مفاهيم هذه العمليه هذا النشاط العقلي بسبب ضحاله المعلومات والجهل العميق يتحول الى ارذل ما يصدر من العقل يوم القيامة يحدث نزاع بين الإنسان وإبليس في محضر رب العالمين وقال قرينه قرينه يعني إبليس ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد الجهل السحيق هذا الذي يحول أشرف عمليات العقل وهو التحليل والتقييم والاستنتاج يحول اشرف عمليات العقل الى اهم المرديات في الانسان اهم ارذل العمليات تتحول بسبب الجهل العميق انه كان وحملها انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا جهول القران يقول: حلمنا الانسان هذا الجهل ماذا يصنع بهذه العمليات؟ الانسان عندما يبدا يقرن بين بعض المفاهيم المخزونه في العقل مع المدركات، عندما يدرك شيئا راسا يبدا يخلق مفهوم جديد هذا الخلق يكون عبر ماذا؟ عبر هذه التحليلات يحلل مستحيل الانسان يتمكن ان ما يحلل الامور المدركه لازم يحلل ما نقدر احنا احنا مجبولين عقولنا مجبوله على التحليل وهذا شرف عمل العقل لكن المخزون الذي العقل يستمد منه المعلومات من أجل خلق مفهوم جديد هذا المخزون مخزون ضحل القرآن يقول جهول جهول صيغة مبالغة في الجهل هذا المخزون يحول هذه العملية إلى كارثة أكبر كارثة في الحياة هذه معطيات التي الإنسان يحولها إلى مفاهيم فد واحد غاندي عنده عبارة هذه العبارة موجودة في الآيات المتعددة بس تنسب إلى فلان تعبير جدا قاسي يقول الحياة تجربة تزييف الحقائق الإنسان يجي للدنيا شنو يسوي يجي بس يخبط الحقائق يزيف كل شيء في الحياة أرقى المفاهيم الإنسان بسبب هذا المخزون الضحل اللي عنده في مخه يزيفها يزيفها يعني شنو يعني يركب يخلق مفهوم يخلق مفهوم هذا المفهوم يفسد كل المفاهيم الحقيقية في الحياة يقول الحياة الحياة شنو هي كل ما يصنع الإنسان يزيف الحقائق الأخرى شنو القيم الإنسان يزيفها شنو المبادئ الإنسان يجي في الدنيا يضع بصمة رديئة جدا على كل هذه المفاهيم ثم يرحل وين يذهب كل الحياة عملية تزييف حقائق القرآن لاحظوا آيات متواترة روايات بالعشرات حقيقة وما الحياة الدنيا إلا لعب لعب يعني شنو مو لعب يعني لعب يعني نلعب لا لعب لعب مطلق مو مقيد مو لعب مثلا لعب سلوكي لا لعب سلوكي أشد من اللعب السلوكي اللعب المفهومي احنا نلعب بالمفاهيم قرآن هذا وما يعني كل شيء في الحياة الدنيا لعب بالمفاهيم وما استثناء في سياق النفي، ليس شيء في الحياة الدنيا إلا والإنسان يعيث فيه فسادا، يلعب فيه، يلعب فيه المفاهيم حدود الله الإنسان ماذا يصنع الحياة الدنيا شنو؟ يلعب في هذه المفاهيم يلعب فيها، يلهو فيها، يخوض فيها، خوض، القرآن يعبر الخوض يخوض فيها ويلعب خوض ولعب تلاعب بالمفاهيم تلاعب بكل حقيقة في الحياة لاحظوا الآيات هذا اللي أقول هذه متواتر الآيات وما الحياة الدنيا إلا لعب وله سورة الأنعام 32 ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا شوفوا إنما أداة حصر اذا تسالهم يوم القيامه شنو كنتوا تسوون في الدنيا؟ ماذا كنتم تصنعون؟ ليقولن نون التاكيد الثقيله انما كنا نخوض ونلعب قل أب الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون انما فقط وفقط نخوض الانسان يخشش راسه في المفاهيم وماذا يصنع فيها يلعب فيها هذه سورة التوبة خمسة 65 وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون سورة العنكبوت أربعة 64 الحياة الحقيقية الآخرة هاي الحياة كلها لعب كلها لهو المفهوم من اللعب هاي التصرفات بلا شك تصرف لعب المصيبه مو في التصرف اللعبي عندما الانسان يلعب في المفاهيم في الفكر يلعب لعب انما الحياه الدنيا يعني كل شيء في الدنيا لعب كل شيء يعني شنو هم سلوك هم فكر هم تحليل هم استنتاج هم تقييم كل شيء انما يعني فقط الاخره حياه هاي مو حياه هذه هذه مو حياه من اول ما يدخل الانسان في الدنيا يلعب في المفاهيم الى اخر هاي كل حياه الدنيا كل مظاهرها كل ابعاد الحياه الدنيا لعب انما الدنيا لعب ولهو سوره محمد صلى الله عليه واله اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما في آخر الآية وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سورة الحديد آية عشرين وما الحياة الدنيا هيا إنسان يصنع شيء ثم فجاه يرى ان هذا الشيء شيء تافه تراه مصفرا يتغير هذه انما ادوات انما الحياه لعب هاي اكبر كارثه في الحياه الحياه فيها شيء كارثي واحد اريد تقريبا اضيق المفهوم لاحظوا نحن من أبرز أبعاد الكارثة شنو؟ أنه نعطي حجم إضافي مبالغ فيه للأحداث الطبيعية في الحياة نعطي طابع كارثي للأمور الطبيعية في الحياة بالنتيجة هاي الحياة بلاء هاي الحياة مشاكل الإنسان يخسر أمواله يخسر أولاده العياذ بالله يخسر إيمانهم مثلا هذه هي بعد هاي هي الحياة دار بالبلاء محفوفه احنا في نظري الكارثه الوحيده في الحياه شنو؟ عندما نعطي طابع كارثي للامور العاديه التافهه، هي قضيه عاديه ما صاير شيء بس شنو؟ ان الانسان خلقها شنو الايه القرانيه؟ خلق هلوعة اذا مسه الشر جزوعة شوفوا الهلع بتفسير يعني هلع يعني الجانب الهلع يعني الطمع في الاكل او الهلع هو نوع من الجزع الشديد اذا مسه الشر جزوعه احنا مجبولين خلق هلوعا مجبولين مجبولين على هاتين الصفتين مخلوقين على هذه الكيفيه هذه طريقه خلقتنا كل شيء تافه في الحياه نعطي طابع كارثي مو كارثه، ما صاير شيء. وكل شيء يرتبط بالاخره نستهزئ فيه، نستخف فيه، نستنقصه. قال امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام: كل شيء من الدنيا سماعه سماعه اعظم من عيانه. وكل شيء من الاخره عيانه اعظم من سماعه. فليكفكم من العيان السماع. استمع به، ليش تدور عليه؟ الدنيا تافهه. وبالعكس الاخره كل شيء حقير من الاخره بلا حدود عظيم. احنا عندنا هاي النزعه، نزعه، نزعه يعني ميل شديد. الا نريد ان نعطي المفاهيم التافهه في الحياه، نعطيها حجم، نعطيها حجم. نعطيها حجم كارثي، نعطيها حجم مبالغ فيه. شنو؟ شيء تافه. هسه بلاء او لا رخاء حتى الرخاء تافه الدنيا زواله هسه شنو اصبت مالا كثيرا اصبت جاها عظيما شنو لا نشوف فلان مثلا عنده فلان نعمه حقيقه كبير في عيننا مو كبير هذا نعطي طابع مبالغ فيه لكل شيء الكارثه الوحيده في الحياه هي هذه عندما تعتبر شغله تافهه تعتبرها كارثه عندما تعتبر شغله لا قيمه لها انها ثمينه جدا في الحياه وفي المقابل الاخره الله عظم الخالق نهج البلاغه في اعينهم فصغر ما دونه في انفسهم فهم والجنه كمن قد راها فهم فيها منعمون وهم والجن والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون معذب أنا الآن معذب القيم هذه الآخرة أكو ورانا قبر أكو حساب كوارث الحياة هذلي مو أنه شنو صار شنو ما صار كل شيء خطير أو حقير في الحياة ما لها قيمة حياة زوالة حياة زوال وين إحنا وصلنا القت خمينا الحياه كلها خمطناها خمط وين وصلنا شنو حصلنا هاي الكارثه عندما تستهزئ تستنقص يس الانسان يهين ينظر الى المفاهيم الراقيه في الحياه اللي هي المفاهيم المرتبطه بالله وبالقيامه وباهل البيت عليهم الصلاه والسلام بعين مهينه هاي الكارثه هذا الشيء اللي هاي النزعه الكارثيه في الحياه، هذه النزعه تحتاج الى علاج، الصوم لاحظوا القرآن الكريم صريح هذه الآيه الصوم لا محاله يعطي تعديلات على هذه الاضفاءات الانطباعات يعطي تعديلات يعطي بريك للانسان هذا باجماع علماء النفس راجعوا كبار علماء النفس يصرحون نص هذه العباره هاي كتب علم النفس ما اريد اقول يعني هذا القران الكريم راح اجيب الدليل حتى في يعني حتى الناس يفهمون هذا الشيء كتاب اطلس علم النفس شوفوه صفحه 137 يمكن نص عبارته الصوم يُحدث تعديلات على شنو؟ على المفاهيم هاي المفاهيم الإفراطية شوية يعطيها فد شنو جرعة حقيقية تعديل يعدلها، هذه التعديلات تعديلات جوهرية حيوية أساسية دقيقة مهمة جداً حتى الشيء البسيط هذه المنظومة الفكرية إذا يحوشها تعديلات بسيطة، صدقوني النتيجة جدا جدا مهمة. احنا نحتاج الى شوية بريك. نحتاج الى فت صفعة على هذه التعديلات. ما يصير احنا ندوس بنزين على هاي المفاهيم، الانطباعات، هذا المخزون. يحتاج الى شوية تعديلات. الصوم بلا إرادة يُحدث هذه التعديلات. هذه التعديلات جدا قيمة. شوي الانسان يعدل هذا ال... هاي الانطباعات، هذه العقيدة الراسخة اللي ما نتنازل عنها. لما الجوع يذلل، لما ثلاث ساعات هذا علماء النفس يقولون تمضي ثلاث ساعات الجوع ياخذ إلحاح في الانسان، يبدأ يلح بالانسان، بعد ست ساعات يبدأ مرة ثانية بإلحاح شديد. بعد تسع ساعات ينذل الجوع ينذل هذه الذلة تحدث إحدى أبرز مصالح الإنسان عندما الإنسان يذل الجوع مو ثلاث ساعات ما ياكل ست ساعات ما ياكل عشر ساعات ما يأكل عشر ساعات هذا الجوع ينذل الجوع عندما إنذل تبدأ المفاهيم في عقولنا تتغير تأخذ طابع حقيقي شيئا فشيئا من ردوس بنزين الانسان إن لما يصيب الضعف ضعف البطن هذه هذا الشر الهائل يبدا يفكر شكل ثاني هذا الافراط هذا البنزين اللي الانسان مخلي رجله على دواسه بنزين يبدا شوي شوي يخف فيبدا يترك المفاهيم بشكل احسن هذه جدا مهمه هذه التعديلات لاحظوا الله يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني شنو يعني الصيام بذره التقوى وليست ثمره لاحظوا التقوى دائما التقوى تجلب الانسان في امتثال اوامر الله دائما التقوى هي التي تحدث الامتثال للاحكام الشرعيه مو هنا بالعكس صاير هذا يستلزم الدور يستلزم التناقض يستلزم التسلسل شوفوا التقوى تملي على الانسان ان نروح طيع الله هنا بالعكس صاير الصوم كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون الصوم يحدث التقوى شلون يصير هذا دور هذا تسلسل هذا تناقض ماكو تناقض شلون؟ حاشا لله كلام الله رب العالمين عجيب هذه الآية الإنسان عندما يصوم تحدث عنده قوة تقوى هذا المخ مو منفلت بعد البنزين مو مشتغل تمام الصوم لعلكم الله هذا لعلكم شنو؟ علامة الفلسفة الله يقول أنا ليش؟ كتبت كتب الصوم ليش شرع حتى شنو حتى تحصل عندكم في حالة بريك في الحياة عجيب الصوم يسبب تقوى شوفوا الإنسان حالة عنده حالة عنده أنه ما يدير قلت العقل خلاق يدوس وانزين العقل كل شيء يدركه إذا تشوف أنت وجهي أحمر رأسا تحكم أنه شنو مثلا مثلا أنا في حالة من الخجل إذا شفت صاير أصفر تحكم رأسا أنه أنا في حالة من الخوف مثلا صحيح هذا الحكم هذه الأحكام المصيبة أنه الإنسان ما يتوقف عندها يروح فيبدأ يدوس بنزين يبدأ يلصق لصقات على هذا وعلى ذاك وعلى على حتى القيم الدينيه على حتى المفاهيم الـ 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 الرفيعه هذه الحالة في الصوم يحصل عده شوية بريك. هذا البريك جدا حيوي، جدا جدا, جدا جوهري هذا البريك. من دون أن نشعرها احنا نطيع الله مجبورين نصوم، واجب تكليف شرعي ولكن لا نعلم أن هذا الصوم كم يحدث في أنفسنا من مفاهيم راقية. حقيقة ينبه الإنسان يخلي الإنسان يفتهم قلت هذه القضيه يوم القيامه وقال قرينه ربنا ما اطغيته شوفوا الطغيان شفت الايات ان كيف الانسان يدوس بنزين ابليس يقول الهي صحيح انا اغويته تدرون ابليس هو يوم القيامه بعد ما يقدر يكذب على الله قران هذا قال قرينه ربنا يخاطب الله ما اطغيته هذا الطغيان صوته هو ليش؟ ولكن كان في ضلال بعيد. ضلال اكو هذا الضلال يحول اشرف عمليات الدماغ اللي خلاقيه الدماغ الى كارثه، كارثه كبرى اللي الصوم ينطي بريك لهذه الكارثه فتحدث بالنتيجه احنا قلت احنا ما نتمكن نتوقف عن شنو؟ عن التحليلات فيبدا المخ يحلل تحليل صحيح. يبدأ يرشد الإنسان، يبدأ يهدي الإنسان، هو الصوم يهدي الإنسان، لأنه ما يقدر يتوقف. هذه حقيقة جدا جليلة، ذرة منها جليلة، فد واحد من علماء يزد كبار علماء يزد، الله يرحمه توفى قبل 20 سنة سمعت منه قصة كان ينقلها للوالد جواد الحيدري رحمة الله عليه، كبير علماء يزد. يزد أبرز يمكن مدن العالم بالنسبة إلى المجوس عباد النار مقدساتهم أكبر مقدساتهم يمكن في يزد هل هم يمكن هذه الأيام محل اجتماعهم من العالم يجتمعون هناك على كل حال مركز عبادة النار هناك يزد يقول كان عندي جار جدا إنسان طيب كان متواضع خلوق كريم كان صاحب خير وكان معطاء دائما دائما عنده نيه خير فديوم شفت عالم هو قلت له انت ما تريد تصير مسلم قال لي لا ليش اصير مسلم انا ما شفت من ديني شي مزيه ليش اصير مسلم بعدين قال لي انتم المسلمين عندكم شخص واحد انا هواية احبه مو مسلم انا بس احبه هواي وهو الامام الحسين عليه الصلاه والسلام وعدكم واحد آخر أنا وايد أحب هذا اسمه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام الإيرانيين حتى اليهود منهم يحبون الإمام رضا حتى المسيحيين الإمام رضا في تاريخ إيران عنده بصمة يحبوه هذا رجل في قمة الشهامة على كل حال والأخلاق يعرفوه بالنتيجة مسجل في تاريخ إيران كرامات الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول قال لي أنا سنوات أعيش محنة زيارة الإمام الرضا أحب أزوره هذا أروح أشوفه أحبه بس ما أقدر أنا كافر أخاف ما تسمحوا لي أنتو فيقول أكو محطة مكان اللي هاي قصة يمكن مال ثمانين سنة قبل قصة أيام قديمة زمان محطة الباص اللي في يزد اللي تم يمتلي يروح إلى مشهد قدام دكان يقول يوميا أنا أعالج على كل حال هاي المحنة إلى أن هذا الباص يمتلي ويمشي وأنا روحي تطلع ما أقدر وأعيش الحياة حسرة على وحدة زيارة أروح أشوف هذا الإمام الرضا اللي أحبه ما أقدر ومسموح لي إلى أن فد يوم طقت روحي اجيت قلت أسأل ما, ما يصير ولو على كل حال يرموني من الباص اروح اركب باص اجيت شفت الباص يكاد يمتلي فاخذت فر على الباص اشيك الوجوه اقيمها اشوفها اعرفها ما اعرفها من خلال الجامع فشفت ما اعرف واحد منهم قلت لابد ان هذولا ما يعرفوني فجازفت رحت وركبت قعدت قعدت واذا ما حد التفت وما حد صاح فرحت الحمد لله انه ما حد عرفني وانا في قمه الفرح غمرتني الفرحه انه تمكنت ان ازور قررت انه اروح المشهد ما اروح للامام الرضا حتى انجز المكان ابقى في هوتيل فندق من قريب كل يوم اجي اتزود فاجيت وصلت الفندق كل يوم صبح ظهر ليل كنت أطل على الحرم وأشوف الناس داخلين وعلى كل حال أتزوج يومين ثلاث حصلت عندي فكرة أنه هذول الناس اللي يرحون خوف الصحن يرحون أجلكم الله بالإمداس بالحذاء حذائي وحذاهم ما يفرق شنو الإشكال أروح قررت بعد حصل عندي شوق رحت نزلت وتوكلت على الله قلت إن شاء الله ما حد يعرفني رحت للصحن حتى أكون عن قرب حصلت عندي حالة نشوة كبيرة لأنه كنت قريب من الإمام وأنا وقفت يوم الثاني صباح ظهر أجي يومين ثلاث شيئا فشيئا حدث عندي فتشوق جديد أنه شنو الإشكال أروح أشتري إدلاغات جواريب ألبس جواريب أروح بالحرم أشوف الضريح من بعيد فرحت اشتريت شو... شر... ولبست ودخلت. دخلت وكنت متوجس انه لا يكون واحد يعترض علي يعرفني الحمد لله ما حد ما صار ما حد عرفني دخل فكنت جدا جدا مشتاق وهذا الشوق كان يشفي غليل هذه المناظر اللي اشوفها عند الضريح يوميا ثلاث خطر في بالي انا ما يمكن بعد ارجع ما راح يصير لي نصيب هذا هذا الامام اجي مره ثانيه اشوفه شلون أعوف وأروح قررت أرجع حصل في بالي شوق شديد أن أروح لي أشتري لي جفوف أجي ولو مرة واحدة أمسك لي ضريح الإمام صلوات الله عليه أشتري الجفوف وما راح أنجس وهذا ما راح يصير تماس رحت أشتري جفوف وخايف أنا وجئت ومعمع وازدحام بالكاد بالقوة حصلت طاق طريق اجيت مسكت الضريح، بمجرد ان مسكت الضريح حصلت عندي حاله حسيت الامام عليه السلام مسك ايدي، هتش حس، هتش احساس، هتش شعور، مسكني مسكني في نفس المكان تحول صار مسلم وصار شيعي وصار مؤمن وكان من العالم يقول، يقول كان من افضل الشيعه هذا كان. في لحظه مسكت واحده ارتباط واحد بمنبع الفيض يكفي حصول تعديلات كثيره في المفاهيم، شنو احب الامام بس ما اعتقد بالامام، هذا شنو تعديل واحد لاحظوا الانسان في شهر رمضان كل ساعاته مرتبط بالفيض، منبع الفيض كل لحظاته الله في القرآن يقول يقول إذا ما تقدر تصوم ما يخالف فمن كان مريضا هاي الآيات اللي قرأتها وأن تصوموا خير لكم إذا حتى ما تقدر ولو الله يسامح بس حاول تصوم الصوم يعطي ارتباط يعطي يحدث ارتباط هذا الارتباط الروحاني يحدث تغيير كبير في مفاهيم عقولنا هذا التغيير تغ تغيير جوهري حقيقي حقيقه هذا يغير حياه الانسان يغير نظره الانسان الى الحياه الانسان يصوم بس ما يدري هذا الصوم ماذا يفعل في داخله ماذا يحدث في داخله الصوم يعالج كارثه كبرى في الحياه وهو النزوات النزعات الميول الشديدة في الجسم وفي الفكر اللي هي أسوأ من من الجسم الصوم يعالجه الصوم يعطي تخدير لشنو؟ لهذا الطغيان اللي أردى ما أردى أشد أقصى ما يردي بالإنسان ربنا ما أطغيته هذا الطغيان الانسان لما يصيب الضعف يخمل هو هذا الخمول نومكم فيه عباده يعني شنو شلون النوم يصير عباده النوم هذا مو نوم هذا خمول حاصل من شنو من فتيل الطغيان عندما ينزل هذا الفتيل يتحول الانسان بارد بعد ما عنده حالات انفعاليه الانفعاليه اكبر عوامل تردي بالانسان ينفع الانفعال واحد تصدر منه كلمه واحده في الدنيا والاخره يخسر حياته يقول كلمه يخسر زوجته يخسر تخسر زوجها هذا انفعال هذا الطغيان اللي موجود الصوم يعالج هذا المنبع هذا المنبع الكارثي كل شيء كارثه في الحياه الصوم يفهمك انه ليس شيئا في الحياه كارثه الكارثه فقط عندما تخسر الله واهل البيت تخسر الاخره هاي كارثه والا الدنيا شنو قبل مئة سنه قبل ألف سنه ابائنا كان هنا كانوا يعتبرون امور كارثه الان مئة سنه الاف السنوات تحت التراب هاي الكوارث شنو صارت الانسان اذا ادرك ان كوارث الحياه كلها مو كارثه كلها طبيعيه يهدأ حياته تسعد الانسان اللي مضطرب انا ابني مثلا بنتي شنو راح يصير؟ انجبت زواجها زواجه طلاقه هذه حياتنا كلها انقضت بهالمفاهيم، وين احنا؟ احنا جايين للحياه حتى عمرنا يروح على شنو؟ على هالمشاكل في الحياه الدنيا، هاي هي مشاكل طبيعيه كلها طبيعيه خلقت على كدر هذا قانون الله في الحياه ليش أعادي قانون الله مثل الجاذبة صار يوم من الأيام أنتم تنغثون من الجاذبة ليش الجاذبة قانون جاذبة قانون شو صار عندكم فد مرة مثل انزعاج أن الجاذبة تقيد حركتكم ماكو بقية أبعاد الحياة كل شيء يحدث في الحياة حالة طبيعية مثل الجاذبة الله موجود أم. الله يحفظ الله يحمي الله يدفع البلاء عن كل البشر الله في القرآن يقول إن كل نفس لما عليها حافظ الله يحفظ كل نفس مو إلا مسلمة كل نفس لما عليها حافظ الله يحفظ إذا فت شيء صار فلتان هذه إرادة الله إذا صار خسارة صارت خسارة صارت مشكلة قانون الله شنو تعادي قانون الله؟ شنو نسوي احنا؟ عجيب الصوم يغذي هذا المفهوم التسليم قرأت الآيات الروايات المتعدده آيات وروايات متعدده يا داوود هذا حديث قدسي إني يا داود إني وضعت العلم في الجوع وضعت العلم والناس يطلبونه في الشبع فلا يجدونه حديث قدسي عجيب هذا الجهل المطبق هذا الجهل العميق كان في ضلال بعيد يتعالج بالجوع يتعالج عندما يتذلل الجوع تذلله مو ساعة وساعتين تقمع قمع يتحول العلم هذا العلم ينشأ في الداخل يتحول الإنسان يدرك الحياة بشكل جديد يدرك الحياة بشكل مفهوم صحيح حقيقة الصوم هذه هذه الأيام فضلا عن ضيافة الله وارتباط ثانية كل ثانية هي هاي العملية عملية الجوع من أكثر العمليات حيوية في الحياة لعلكم هذا هدف هذه فلسفة فلسفة الصوم شنو أن الإنسان ينضبط شوية يتقي يعني شنو يعني ينضبط شوية ينظر إلى المفاهيم من منظار جديد من المهم جدا ان الانسان شويه يفهم اثار الواجب اللي يلتزم به هذا شنو يحفز اكثر عندما تعلم ان هذا الصوم يحييك حياه في الروايات اكو الانسان اللي ما يقدر يصوم بالنتيجه مرخص لا يمتلئ بالطعام شوفوا هذه فلسفه ليش لانه ولو مرخص انت ولو مسموح لك بالنتيجه الانسان، اكل بس بشهر رمضان لا تملأ المعده، لا توقرن معدتك وقرا، وقر يعني تحس. ليش؟ المعده عندما شويه تفضى يبدأ المخ يشتغل. وعندما هاي المعده تكون موقوره هذا يتعطل، اذا هذا تعطل الكارثه العظمى تبدأ حقيقه، اصلا الكارثه الوحيده في الحياه تتب تبدأ. ينبغي أن نعرف الآثار العظيمة الرهيبة التي تترتب على هذا السلوك الحضاري الهائل في الإنسان، كما كتب على الذين من قبلكم، فتقانون يصون الإنسان يصون الأمم بشكل جدا بامتياز، بشكل رهيب حقيقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم علينا بركاته في هذا الشهر الفضيل نسأل الله تبارك وتعالى أن لا ينزل في هذا الشهر الفضيل نعمة إلا ويجعل لنا فيها نصيب ويجعل لأسلافنا الماضين منا المرحومين هؤلاء التي أياديهم قصيرة يجعل لها في كل خير يقسمه في هذه الليالي والأيام يجعل لهم فيها نصيب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله اكبر الله اكبر